اذا مشاهدي القناه شفتي في هذه الصوره اللي كنتكلموا عليها، ما بغيناش هذه المعاناه تكون عند الناس ديال الانعاش الوطني او ابناء هذه المنطقه اللي كياخذوا المساعدات اللي كتوفر القوات المساعده الملكيه وكذلك رجال الدرك الملكي من واحد المكان بعيد، وكذلك صعوبه التضاريس. فالمجهود قايمين به بواحد الشكل كبير وكبير جدا، ولكن فضلنا وكنا كنتمناو انهم يعتمدوا على المروحيات، لان هناك مكان من وراء هذه المنازل كاين فيه واحد المساحه فين تكون هبوط سليم للهليكوبتر. كيف ما شفتوا في الصور دابا المعاناه اللي كيعانيو منها ابناء هذه المنطقه من ايصال المساعدات من اقرب نقطه الى الدوار، كاين صعوبات. وكيف ما لاحظتوا من الصور اللي كتشاهدوا امامكم، الناس ديال المنطقه الدوار كيعانيو واحد المعاناه صعيبه بايصال المساعدات من اخر نقطه لداخل ديال الدوار. شفتوا الناس ديال الانعاش الوطني والناس الساكنه العذاب اللي كيدوزوا باش يحملوا هاد المساعدات من اخر نقطه اللي تقطع فيها الطريق الى الدوار. الخير موجود، كل شيء موجود. كنشكر صاحب الجلاله القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه اللي اعطى التعليمات ديالو والسهر ليل نهار على هذه المنطقه هذه. الخير موجود، كل شيء موجود. وصعوبه الايصال المساعدات بشكل صعوبه التضاريس كيف ما شفتوا، كنتمنوا انهم يستعملوا لنا الهليكوبتر باش يوصلوا لنا المساعدات داخل ديال الدوار، لان الناس ديال الدوار عانوا ليل نهار من هذه الحموله اللي كتبعد من منطقه ديال الدوار واحد جوج كيلومترات. وصعوبه التضاريس كيف ما كتشوفوا صعب انه يوصل المساعدات. اذا انتم كتمنوا هليكوبتر اللي تقدم المساعده باش تخفف العبء. ماشي هليكوبتر اللي كتهز المساعدات من اخر نقطه الى داخل ديال الدوار ان شاء الله.